السفريات اللي كنت بتسافرها كان فيها واسطة ولا كنت بتتهم بالواسطة؟ سافرت فعلا زي ما حضرتك قلتي. كان في سفرية لدارمشتات ألمانيا بتاعت سباحة، فبيطلعوا مذيع من التلفزيون. أنا مش مذيع في التلفزيون، مذيع في التلفزيون يعني عام موظف بيقبض من التلفزيون. أنا ضابط من بره وبشتغل بالقطعة يعني. فكان مدير البرامج الرياضية كابتن إسماعيل عبد الفتاح رحمة الله عليه، كان في علاقة حلوة قوي ما بيننا، قوي يعني قوي، وكان هو ابن بلد في الكلام. فجي قال لي تعالى أنا عايز أخدك معايا دارمشتات. قلت له يا ريت، أنا عمري ما رحت طنطا يعني. فقال لي طب اسمع، معاك فلوس تقطع تذكرة الطيارة؟ قلت له استلف. قال لي طيب استلف وأنا هوفرها لك بإن أنا هعمل لك كذا أوردر هناك وأذيعهم لك في التلفزيون بحيث يجمعوا يبقى هم تمن التذكرة اللي أنت طالع بيها. قلت له طب والأوتيل؟ قال لي مفيش مشكلة، احنا عندنا في سرير وفي كنبة، انا هنام على سرير هو يعني وانت تنام على الكنبة. قلت له 10/10 والله رحت استلفت تمن، هموت عايز اطلع تمن تذكرة الطيارة لألمانيا وطلعت ألمانيا. بقى مثلا اي اوردر يجي مسؤولية صور مع ده اوردر لوحده ب 13 جنيه، اطلع مش عارف ايه، نصور هنا مع جماعة مغتربين، عملي بتاع 12-13 اوردر عملت بيهم تمن التذكرة. والاوتيل كان هو بينام على السرير وانا على الكنبه، والست بتاعت المطعم كانت بتتجاوز لو فيها ضيفه فاعتبروني ضيف كنت باكل معاهم يعني. فدي كانت سفريه دارمشتات، وطلعت مره تانية معاهم ايطاليا بنفس السكه دي يعني. ربنا كان بيكرم، والله ربنا كان بيكرم من عند ربنا يعني. هو حضرتك في حاجات كتير قوي في مشوارك هي كلها حاجات من عند ربنا. والله كلها حاجات مش متخطط لها والله خالص، يعني لعبه الاقدار مع حضرتك لعبه حلوه جدا جدا، وده بركه دعاء أم الله يرحمها. الحمد لله. والله ايه بقى اللي اتغير في مدحت شلبي بعد افيه التحول بيبو وبشير؟ نعم، بدات الناس تعرفني اكتر، وبداوا يعني يوم الماتش ده انا خرجت بالليل بجيب ادوات مكتبيه لنهوله بنتي، فكان في شلة أولاد وبنات جوه المكتبة، فسمعت واحدة بتقول للي معاها يعني مش ده بتاع بيبو وبشير؟ بعديها التلفزيون بدأ يبص لي بصة تانية. كل ده احنا لسه في التلفزيون المصري، ما رحناش بقى القنوات الفضائية يعني. فبدأت بقى مدام وفاء ربنا يكرمها يا رب تديني ماتشات حلوة، لكن بشكل عام هي كانت فتحت خير عليا. الجملة اللي حضرتك قلتيها دي بتاعت بيبو وبشير يعني. بعد كده توالد بقى الإفيهات والجمل، مع طبعا توالد المباريات. كان أكتر واحد زعت مباريات أهلي وزمالك في التاريخ يعني. يعني بدأت أتخصص في الماتشات دي يعني. عشان كان بتعمل إفيهات والناس بتحفظها في البيت. دمرت الراجل معنوية. مين؟ بشير. هو أنا طبعا هو طلع قال كده من كام يوم. قال كده من كام يوم، وأنا سمعته برضه من فترة. بس والله العظيم كانت فتحت خير عليه، لان هو بعد الجمله دي هو راح احترف في تركيا. وربنا اكرمه يعني، ومش كويس قوي قوي قوي. وانا قلت له، وانا كلمته بعديها لما عرفت ان الناس بدوا، انت عارفه بقى الاهلاويه او زملكاويه الجمهور ده او ده ما بيسيبش يعني. اي حاجه بيلقطوها بيشتغلوا عليها على طول يعني. فانا كلمته يعني قلت له يعني بشير انا ما اقصدش حاجه، انا بوصف مباراه يعني. وبعدين لما بقول بيبو بشير، ما هو بيبو في رجله الكوره، بشير اللي هيقابله. فهو عدى منك خلاص، بيبو بشير بيبو يعني ما فيهاش بيبو جول. بشير كان قال ان هو مش مسامح حضرتك لحد دلوقتي. لا والله سامحني يا بشير، سامحني الله يخليك. مضى عليها دي من 2001. عشان عارفه ليه؟ لغايه النهارده الاهلاويه في تاريخ هذه المباراه على النت بيغرقوا النت الماتش ده والجمله بتاعت بيبو بشير. لان انت عارفه الجمهور ملوش حل. الجمهور يجيب لك جمل من 30 سنه و40 ده يعني طبعا، ويصطادوا البعض طبعا. جمهور الكوره، جمهور الكوره يعني عندنا. بس انا الحقيقه حتى لما رحت في السعوديه السوشيال ميديا هناك نفس الكلام يعني. هو يبدو ان الجمهور الكوره في كل حته كده طبعا. يعني ده يصطاد طبيعه الجمهور، طبيعه الجمهور. والكوره لذينه، جمهور يعني ليها شعبيه جارفه، وبالتالي بيبقى ليها افهاتها وتعليقاتها.